أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة مهتمة وحريصة على ترميم والحفاظ على الآثار، سواء الآثار الإسلامية أو القبطية. في تصريحاته عقب جولة لافتتاح عدد من المشروعات في المناطق الأثرية بمحافظة القاهرة، أوضح مدبولي أن ترميم المناطق الأثرية والتاريخية يؤثر إيجابا على السياحة الوافدة إلى مصر. فكل هذا بيوضح مدى اهتمام الدولة المصرية بالآثار والتطوير اللي بيحصل النهاردة في هذه المناطق، وزي ما حضراتكم شايفين احنا حريصين كل الحرص على إبراز هذا البعد التاريخي. ويمكن كنت بتكلم مع السيد وزير السياحة ان لازم على طول تدخل هذه المناطق ضمن الزيارات السياحية للسياح اللي بيجوا مصر، وده لوحده بيزيد من تواجد السياحة والسياح الخارج اللي بيجوا من الخارج لمصر، بيبقى مكان جديد ومقصد سياحي جديد ما كانش متاح ليهم، وبالتالي ده ممكن يزيد ليلة سياحية إضافية ضمن الزيارات اللي موجودة. وده اهتمام شديد جدا بمصر ان احنا بنبرز اثارنا وتراثنا والحفاظ عليه، ولكن ايضا بنعرف الناس بمدى عظم وتاريخ هذه الدوله المصريه. وان النهارده ان شاء الله لما حضراتكم موجودين في هذه الاثار اللي احنا شفناها كلها بتعود الى، يعني انا مش عايز اقول اكتر من 1500 سنه او 2000 سنه النهارده المباني اللي احنا موجودين فيها. فالنهارده والحمد لله يمكن كنت سعيد جدا زي ما كان زملائي بيعرضوا الترميم اللي تم ده كله من خلال ايدي مصريه ومن خلال زملائنا في وزاره السياحه والاثار والمجلس الاعلى للاثار، مع دعم من كل الجامعات المصريه ودكاتره الاثار الموجودين في الجامعات المصريه. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الجولة شملت تفقد أعمال الترميم للكنيسة المعلقة وافتتاح حصن بابليون وبوابة عمرو بن العاص بعد اكتمال عملية الترميم. وأشار مدبولي إلى أن المنطقة الأثرية تضم مجمع الأديان السماوية وهي الإسلام والمسيحية واليهودية، بالإضافة إلى الجزء التاريخي وهو حصن بابليون نفسه الذي يعود إلى العصر اليوناني. بدأنا هذه المنظومة على مستوى الجمهورية بحيث أن يكون عندنا مركزي على مستوى الدولة، مركز قومي وفي مراكز أكاديمية وعلى مستوى المحافظات. وكان يعني تشرفنا أن فخامة الرئيس قبل كده افتتح 5 مراكز كانوا فعلا بالفعل تم إنشائهم. النهاردة كنا بنفتتح محافظة القاهرة، والجاري إن شاء الله بنهاية الشهر القادم هيبقى هناك 13 مركز على مستوى الجمهورية كلهم بقوا قيد التشغيل والإنشاء. الحقيقة الجزء الثاني من الزيارة، ويمكن دايما هذا الجزء بيبقى شديد الأهمية، وهو تفقد وافتتاح عدد من المشروعات الترميم وتطوير مناطق أثرية وتاريخية في قلب القاهرة التاريخية. الحقيقة يمكن الزيارة زي ما حضراتكم يعني تابعتوا معايا، بدأنا بتفقد الكنيسة المعلقة، وبعديها يمكن تفقدنا ترميم وافتتاح تطوير حصن بابليون وبوابة عمرو بن العاص نفسها، هي البوابة اللي دخل منها يعني الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه، دخل مصر وفتح وإذانا بالفتح الإسلامي لمصر البوابة اللي احنا يعني شفناها مع بعض. وانتهينا هنا بمنطقة معبد بن عزرة اللي بنفتتح يوم بعد اكتمال الترميم الكامل. احنا هنا بنتكلم على مجمع أديان، 3 أديان السماوية موجودين في هذه المنطقة،